السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في مدينة خريبكة واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية، الخيرات والرواد الجالية المغربية والناس مالين الموتور الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، عيالات رجال ابنات ولاد اهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 24 في شهر 4 2022، هذه الخيرات تنوروها جميع حبابتنا في المكان. حنا عند ولاد سعود بخريبكا كي تشوفوا هذه الخيرات تاع الغنمي والبقري والماعز والجمال والخيرات تبارك الله كي تشوفوا معنا في مدينه خريبكا. ولاد سعود الناس مخيرين وشي حاجه اللي تتعجبني انا بعدا، وانتم خذوا الاختيار تاعكم اي مشاهد قناه زيتون مرجان. لحبابتنا الغالين تحياتي لكم اللي مشاركين معنا في القناه، عيالات ورجال وبنات ولاد وكبير وصغير اهلا بكم. كما تشوفوا هذه الخيرات تبارك الله، الغلبي والبقري والماعز والخيرات كي غادي تشوفوا نعرفوا الاثمنه الثمن المناسب وثمن زين كي تشوفوا معنا. هاد الخيرات ياسين وزكريا اخوان طموحين، يا ربي يزيدهم في الخيرات وحنا يا وليداتنا وجميع المسلمين واحبابنا في المكان. كي تشوفوا معنا هاد الخيرات تنوريوها جميع المشاهدين لحبابتنا في المكان، في الغلمي في البكري في الماعز، الخيرات كي تشوفوا معنا. انا السي الزيتوني من السبيره ديال الغلمي تبارك الله. هذا ياسين هو راس الحربه كما تشوف هنايا في مدينه خريبكة. هاي الغلمي صوت تبارك الله، ماركات 20 كيلو 18 كيلو 16 12 10 اي ماركين تبارك الله عليك. الحوليه بدريه سنان الحليب تبارك الله. هذا هو ياسين، هذا ياسين، هذا ياسين ضرافات، وهو ما عندي ما نقول باش ما عندي ما نقول، كل شيء غلم زينه ومليحه كي تشوفوا معنا هنايا في مدينه خريبكة. كما تشوفوا اي مشاهد قناه زيتون مرجان لا تجي لخريبكة ما تنساش تزور ولاد سعود هنايا كما تشوفوا. هذه الخيرات نوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان. السي الزيتوني هاهي الحولية كاينة البرقية والسردية اللي بغيتي. تبارك الله. الغلمي 65 درهم. ماشي مشكل تنحسبوك بحال بحال. كما تشوفوا كي تشوفوا معنا العنزي او الماعز كل واحد تيقول والدواور والخيرات تبارك الله هنايا في مدينه خريبكة. هذه الخيرات تنوريوها جميع المشاهدين قناه الزيتون. الكبده لا ما لا والو. وبشحال هاد الدوارات؟ 2600 2400 و300 الكيلو اللي بغى اللي بغى شي حاجه مرحبا. بشحال الكيلو تقريبا؟ ها 2400 الكيلو. تبارك الله عليك ياسين، هذا ياسين اضرافات وراجل زين ما عندي ما نقول. كي تشوفوا الغنميه تبارك الله هنايا في مدينه خريبكة، هاد عند ولاد سعود كي تشوفوا معنا هاد الخيرات. ما تنساش فاش لحق عند ولاد سعود توقف كما بانت قيف، كما تشوفوا هاد الخيرات تاع الغلمي تاع الشيد الغلمي ما نعاودوش عليها، شي حاجه تاع التبخار وتاع الشوا والخيرات تبارك الله كي تشوفوا معنا، لا من العنس ولا من الغلمي ولا من البكري. تبارك الله ما عندي ما نقول. كما تشوفوا هذه الخيرات هنايا في مدينه خريبكة، كما تشوفوا تبارك الله هذا الرجل راه من المصورين تاعنا من المشاهدين. اهلا الله يحفظك. ياك ناشط؟ لا الحمد لله الله يبارك. الغطاس قريب ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا. كي تشوفوا الخيرات تبارك الله. شفتوني اول عجله شفتو معجول صغار كله عجل وبلدي بلدي كما تيقول صوره سنان الحليب. تبارك الله تبارك الله. ما عندي ما نقول ما عندي ما نقول. ياك ياك تيتهلا بعد لا كيصوب لنا كبشه مزيانه الصراحه.
وراه من طبيعة الحال يتهلا. من طبيعة الحال. الله يعمر هذا الصراحة. هذا كما تشوفوا زكريا تا هو ياك ياك تبغي معطر دارنا فيه الغنمية ودارنا فيه الربيع داكشي اللي قلنا لي دايرو الصراحة. الله يرضي عليك كما تشوف الخيرات. الله يعمر هذا الصراحة. فعلا هذا تا راجل مخير قدام تا هو من المجاهدين تونا اللي غالي على قناة زيتون مرجان هذا الرجل. وزكريا راه من المصورين ومن المجاهدين. شكرا لك. كما تشوفوا هذا الخيرات تبارك الله. هذا السمع لي من السمعلة. تشرف عندنا وتحياتي كل السمعلة. كاليسي البرو داكشي ما نعاودوش الهضره. يا لا تقليدكم علينا داكشي مليح التقليد كاع وبلا تقليد هذاكشي راه باين شي حاجه زينه. كما تشوفوا هاد الخيرات هاد الرجل كما قال هاد تمن بيبي كاين هاد الصدر او كما تديروا هاد الشيء تاع سواسيسو المخا خط واحد كما تشوفوا هاد الخيرات تبارك الله. مثل غادي نعرفوا اثمينه مع زكريا ولا ياسين ولا واحد فيهم تبارك الله. هاد الخيرات بلا سلام مع صديق تاعنا اللي صورنا قبل وتنحل ليه في الكفته وركفته والربيع تعجبني انا بعدها. اه يا استاذ تبارك الله ما عندي ما نقول ما عندي ما نقول زكريا. زيد صايبي الدروة تاع الشمال هاد الخيرات كي تشوفوا معنا مازال غنسولو على اثمنة فاش يسالي مع هاد صديق تاعنا. هاد الخيرات تبارك الله كي تشوفوا معنا تنوروا جميع المشاهدين قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا بكم جميعا. زكريا بشحال هذاك الفيل يا زكريا؟ فيل 100 درهم تاع عجوله صغار كي تشوفوا معنا هنايا. فيل 100 درهم وغتبدا معايا اثمنة يا زكريا. اللحم تاع البكري شحال تيساوي؟ اليوم 1200 1200 البكري والغنمي والعنزة والماعز شحال؟ 14 نبغى شي وحده صاينه 1300. وهاد الجمال والدروة شحال؟ الدروة ديال الجمال معنا ب 1000 ريال. اشنو قال لي بيتي بالك؟ الدروة ديال الجمال 1000 ريال ضعفها بحال هكاك في السلية حيت قلتي 1000 ريال كيلو. أه؟ بحال 4000 ريال كيلو. بحال 4000 ريال واللحم شحال؟ 1500. وهاد الكبدة شحال دايرة؟ 2600 كبدة 2600 وهذاك المخيخ وهذاك المخ داير 30 درهم طيحان داير 40 درهم طيحان 40 درهم تبارك الله. وهاد السواسيسو شحال داير؟ السواسيسو داير 14 درهم السواسيسو 14 درهم واخا. وهذاك بيبي ولا لادان ولا شي لادان 50 درهم 50 درهم الصدر وحده ياك واخا. واللي بغى قضيبه شحال؟ 15 وستيك 15. واللي بغى كوتلي شحال؟ 13 بحال 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 الحم كما قال لنا زكريا. كما تشوفوا هذا الخيرات في مدينه خريبكا كي تشوفوا خيرات تبارك الله شي حاجه زينه. وقناة زيتون مرجان ما تنساوش قناة زيتون مرجان. ما تنساوش قناة زيتون مرجان وديما تابعونا وديما الجديد ان شاء الله وديما الجوده ان شاء الله بحول الله. ونتمنى من الله نكون احسن الظن. الحمد لله كما تشوفوا هاد الخيرات في مدينه خريبكا الخيرات تاعت البكري والغلمي والماعز كما شفتوا معنا. ومازال هاد الخيرات باقي تبارك الله. كما تشوفوا زكريا راه راجل ظرافات وراجل زين وراجل مخير هنايا في مدينه خريبكا شارع مقاومه شارع مقاومه مع مصرف المغرب مع مصرف المغرب
بنك مصرف المغرب، نحييه اي مشاهد قناه زيتون مرجان.